الجديد ديالي هو أغنية خفيفة اسم ديالها كطير من ألحان وتوزيع مراد الكزناي ومن كلمات توفيق أبو زهير. وإن شاء الله دابا كاين جديد، كاين تحضير الأغنية الأمازيغية اللي غتعكس فيها ستيل ديال أمية وعم سعدي. كاين ألبوم متنوع طبعا بدا من وزارة الثقافة، غادي ندمجوا فيه أغاني القديمة والأغاني الجديدة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله. بالنسبه للمهرجانات، طبعا اخر مره كنت شاركت في عده مهرجانات، من بينها المهرجان المتوسطي للناظور اللي ما شاء الله يعني الجمهور الريفي والجمهور الناظوري رائع، كان اكثر من رائع يعني متجاوب فرحان نشيط الحمد لله، كانت سهره رائعه. طبعا اخر سهره من موراها كان مهرجان الفنون الاصيله بالخميسات، ناس الخميسات ناس أزمور، دونك عجبني الحال معاهم، كذلك نشيطين فرحنا دوزنا عشية زوينة. والحمد لله كاين مهرجانات اخرين، كاين ان شاء الله خدمة، كاين ديدات باقي ما ركزناش عليها مزيان، ولكن الحمد لله جاي كل خير. طبعا انا كنبغي نطرق لجميع المواضيع بما فيها مثلا المرأة، مثلا على الام يعني على طفل يتيم، على مثلا على التحسيس او التوجيه باغنيه مثلا على السلامه الطرقيه مثلا. الاغنيه المغربيه اغنيه جميله واغنيه راقيه، وايقاعاتنا لازم نكونوا فخورين بها، وحتى التراث ديالنا المغربي لازم نكونوا فخورين به. فهي شويه صعب انك تكون تاخذ غمار المنافسه بين مجموعة من شباب العرب اللي هما يعني طاقات صوتية رائعة، نكونوا احنا كمغاربة واخدين داك المشعل ديال الأغنية المغربية لما كناش عندنا المعايير والشروط اللي كتوفر الأغنية المغربية، يعني نكونوا يعني الأغنية المغربية تكون عندها واحد ستيل اللي هو خاص. مثلا أغنية مغربية كنقصد أن تكون الإيقاع مغربي، الكلمة مغربية، ستيل مغربي، يعني نحاولوا أننا نخرجوا إحنا كفنانة، نحاولوا نخرجوا من ذاك الستيل ديال أننا لازم أننا ندمجوا الأغنية المغربية بالإيقاع الخارجي عاد توصل للمشارق. طبعا بالنسبة للدراسة ديالي أنا توقفت في الفن، توقفت تقريبا سنة ونصف، خلتني نبعد على الفن، يعني الدراسة هي اللي خلتني نبعد على الفن، ولكن الحمد لله ملي رجعت أنا دابا أون باغاليل يعني هنا وهنا كنحاول أنني نوفق بيناتهم. قريب إن شاء الله غادي نناقش رسالة الماستر ديالي، والحمد لله يعني الحمد لله يعني كنحس براسي متوفقة. يعني هو شوفي ممكن نكمل في الفن، يعني هي القراية بالنسبة لي أنا كفنانة يعني لازم يكون عندي مستوى دراسي اللي كيشرفني. يعني طبعا انا بالنسبه لي كنفكر نكمل في الدكتوراه، يعني الدكتوراه الا كملت قرايتي يعني خديت الدكتوراه ديالي ما غاديش تشدني مثلا ماشي بحال في الماستر. في الماستر كنتواكبوا ضروري خصنا نكونوا نحضروا في الدرس هذا، الدكتوراه كتشد البحث ديالك على خاطرك، دونك انا ما كتمنعنيش الدراسه انني نحبس الفن ولا يعني انا بالنسبه لي نشدهم جوج. برامج الهواد زادتني الكثير والكثير، وسورتو برنامج لو فويس اللي كيرجع ليه الفضل انه هو اللي خلاني نتشهر مع الناس اللي ما تعرفونيش اللي هم غير المغاربه، الناس يعني المشارقه ولا يعني العالم العربي انه يعرف أمية مأم سعدي. طبعا وقفه على المسرح، اللقاء بالجوري اللي يعني من 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 الفنانين اللي هم كبار يعني اسمائهم وازنه في الساحه الفنيه العربيه، طبعا هذا كيشرفني وزاد لي الكثير في الكثير، والحمد لله يعني تجربه دو فويس كانت رائعه ما عمري ما غنساها. تجربة أرب أدل كانت قصيرة ولكن تيزت لي الكثير، يعني أي حاجة أني بالنسبة لي في مجالي الفني تيفيدني. طبعا التنازلات كنقصد بها هو تنازل أن الواحد يضحي بالمال ديالو بالمعنويات ديالو، يصبر يعني كما كيقولوا يتعب، هادو هما التنازلات اللي كنقصد بهم. بالنسبة للتنازلات يعني اونتر كيومي يعني تحرش أو 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 ما كاينش هادشي، ولكن انا بالنسبه لي يعني المراه بصفه عامه مجرد يعني بصفه عامه يعني لازم تحرش في المراه العامه، يعني بصفه عامه المراه فتنه، يعني احنا جمال المراه ماشي طبيعي، يعني اكيد غادي تجبد فتنه، اكيد غيكون تحرش. انا بالنسبه لي في المجال الفني ما كاينش تحرش. وبحبك لوحدك، اه احبك لوحدك من الدنيا دي، كأنك هوا من الدنيا دي،
معك هوا ونور رها وزهور رها ونورها وزهورها.